مساحة طبية ورح نتعرف ورح نجاوب على كل الأسئلة. هل حسينا يوم بتعب كبير وبدأ الشعر عنا يتساقط، الجلد يصير فيه جفاف، وأيضا يصير في نوع من التقشير، وأيضا في جوع مفاجئ أحيانا الجسم بيعاني منه، أو زيادة بالوزن، نقصان بالوزن، يعني كل هالأمور والتخربطات أكيد رح نتعرف عليها ونجاوب على هيدي الأسئلة مع الدكتورة الاختصاصية ضيفتنا الدكتورة أمل حرفوش، استشارية غدد صم وسكري. يسعد صباحك دكتورة وأهلا صباحكم، وسهلا أهلا فيكي. وسهلا فيكم. يسعد حياكم صباحك دكتورة وأهلا نعم، وسهلا فيكي. أهلا بالبداية وسهلا. خلينا نتعرف أكثر على عمل الغدة الدرقية. طبعا مثل ما بتعرفوا الغدة الدرقية هي غدة صغيرة بس فعلها كبير. فالغدة هي مثل شكل تاخذ شكل الفراشة، موجودة بالقسم الأمامي السفلي للعنق. هالغدة هي العمل الأساسي لها، هي مسؤولة عن الاستقلاب. شو يعني الاستقلاب؟ يعني الهدم والبناء. الهدم يعني إنه الحرق، حرق الدهون، حرق، يعني هي ممكن انها اذا عن طريق طبعا شو الهرمون اللي بتفرزه، اللي هي الهرمون الاساسي اللي التيروكسين. طبعا هذا الهرمون اذا انفرز بشكل زائد ممكن انه يكون حرق زائد، واذا انفرز بشكل بطيء او قليل ممكن انه يكون الحرق قليل. فطبعا وشتانا ما بين الاثنين، يعني ممكن انه اذا الحرق بطيء ممكن انه ينتج عنه السمنه، زياده الوزن، تقصف الاشعار، سقوط الاشعار، جفاف الجلد، او اذا كان الحرق يعني اكثر من اللازم وهو التيروكسين بيكون زياده في الدم، هون كمان مسؤول شو بصير. في عندنا العكس تماما، نقص وزن، في عندنا الشعر بيكون ناعم، كمان ممكن يتساقط، الجلد بيكون متعرق زائد، ممكن يكون الجلد يعني لماع، جلد لماع ورطب. فعكس تماما الاثنين، عكس قصور الغده الدرقيه طبعا. والاعراض هون بتختلف بين المسنين وبين الشباب طبعا، بالاضافه الى تاثيرها على القلب. تاثيرها على القلب انه ممكن اذا في عندنا مثلا اذا زياده افراز ممكن يصير في عندنا رجفان اذيني يصير، او تسرع قلب. اذا في عندنا نقص افراز ممكن يصير في عندنا بطء قلب. فشتانا ما بين الاثنين. تمام. يعني دكتورة دائما الإنسان بس يحس بأعراض معينة يمكن بيعمل كل التحاليل وبينسى موضوع الغدة، يعني بيعمل كل شيء في تحاليل ويمكن بيكون مشكلته هي بهيدي الغدة مثل ما ذكرتي حضرتك. في أحيانا قصور وأحيانا بيكون في فرط وتختلف الأعراض. وأيضا قديش مهم نحن بالبداية نكتشف، نعمل دغري فحص غدة وأيضا نبلش بالعلاج، وهل يختلف العلاج بالحالتين؟ تمام. هلا العرض الأشياء هو التعب والوهن العام اللي ممكن انه نشوفه باي مرض. تعب، وهن عام، بتطور الشيء انه ممكن انه تساقط الاشعار، ممكن انه تقول انه زياده وزن غير، يعني انه ممكن انه زياده وزن هي ما انا متوقعتها، او انه نقص وزن وزياده شهيه. فنقص الوزن وزياده الشهيه هي بتمشي مع فرط نشاط الغده الدرقيه، بينما نقص الوزن يعني بياكل وبيضعف، ومع زياده شهيه عرفتي هي فرط نشاط. بينما اذا قصور درق بتلاقي انه في شهيه، ممكن ما ياكل كثير بس في زياده وزن لانه في بطء استقلاب، بطء حرق. فهون نحن ساعتها انه بما انه في عندنا هيك اعراض، او ممكن انه مثلا تسرع قلب، خفقه، رجفان، او انه مثلا تعرق زائد، ممكن انه نعمل بتحليل بسيط اللي هو التي اس اتش سكريني، مسح، او يعتبر اختبار مسح. ممكن نساوي هذا التحليل. عن طريق هذا التحليل اذا شافه الدكتور طبعا مختص ممكن انه يقول لك لازم مثلا توجه الى اختصاصي غدد انه يشوف شو الحاله. فهذا الموضوع انه دائما نحن بنشوف هذا التحليل هو التي اس اتش بشكل بسيط جدا، انه نعرف من خلاله طبعا وقت بيكون في هاي الاعراض، نعرف من خلاله انه فيها الخلل بالغده الاستقلابيه، بالغده الدرقيه ام لا. ساعتها من هالتي اس اتش نحن بنقول انه نعمل هرمونات اخرى، او انه نطلب استقصاءات اخرى ونثبت الحاله. فطبعا كمان هون في إلى أسباب لكل واحدة منها. أكيد دكتورة، بما أنه حكينا عن الأعراض اللي بتسبب اضطراب بعمل الغدة الدرقية، خلينا نحكي عن الأسباب اللي بتسبب هاي المشكلة. تمام. هلا الأسباب، في عندك مثلا فرط نشاط الغدة الدرقية، خلينا نحكي فيه، طبعا هو أقل شيوعا، ودائما النساء بالغدة الدرقية إصابتها أكثر من الرجال. شو السبب؟ هيك بشكل جيني، يعني انه ممكن انه النساء اكثر شيوعا، في امراض دائما النساء ممكن تكون اكثر او الرجال حسب الجينات حسب التصنيف.
فهون النساء بيقولوا بشكل عام اكثر شيوعا لاصابه الغده الدرقيه من الرجال، رغم انه الرجال ممكن تنصاب بنسبه 1-2% اكثر. هلا بالنسبه لفرط نشاط الغده الدرقيه، فرط نشاط الغده الدرقيه لها اسباب مثلا مناعيه اللي هي اهم ما دا اجريف في الضاد بتهاجم على مستقبلات التي اس اتش، يعني مستقبلات التي اس اتش بتعمل بتهاجم الغده الدرقيه وبتخليها تعمل بشكل زائد. هذه الاضداد ممكن انها كمان لها مستقبلات على مستوى العين تعمل جحوظ بالعين. طبعا هون ممكن انه يصير في عنا جحوظ، نقص وزن، تعرق زائد، نقص وزن، ممكن يكون في زياده شهيه، رجفان، تسرع قلب. هون ممكن انه هي احد الاسباب. ممكن يكون فرط نشاط درق سمي نتيجة عقدة درقية موجودة بالغدة الدرقية والعقدة عم تفرز بشكل زائد، فممكن ممكن نقول انه جدرة سمية، يعني عم تفرز بشكل زائد، ممكن انه تترافق مع جحوظ او لا، يعني مو شرط جحوظ مثل جريف. فهون انه كمان انه معناتها هذا فرط نشاط درق زائد. هلا القصور الغدة الدرقية هو الاشياء من فرط نشاط الغدة الدرقية. قصور الغدة الدرقية اللي اعراضها ممكن انها تكون شو؟ هي بشكل مثل ما قلنا زيادة وزن، شهية ممكن تكون عادية ومع ذلك عم يزيد وزنه، بتحسي انه ممكن انه اذا تطورت الاعراض يصير في عنا تساقط بالشعر، في عنا الجلد بيجف تماما، ايوه تقشر بالجلد او جفاف بالجلد، ممكن انه تطور الاعراض يصير في عنا بطء بالقلب، بطء بالحركة، تعب، وهن، بحس بيميل للنوم زيادة. طبعا كل هاي الاعراض ممكن انك توجهك لقصور الغده الدرقيه، وبفيق تعبان وبضل طول النهار تعبان رغم انه بيعمل كل الاساليب، فبلاقي حاله تعبان دائما. فهون ممكن تقول لك ايه عمول تي اس اتش بشكل سكرينينج. طبعا اسباب قصور الغده الدرقيه مختلفه، اللي هي ممكن اهمها المناعي، ممكن هاشيموتو، التهاب درقي المزمن، المناعي المنشا كمان، او انه قصور الدرق ما بعد العمليه، انه عمل عمليه استئصال درق تام، ممكن انه يصير في عنا قصور درق بعدها نتيجة الاستئصال، أو بمعالجة باليود المشع كمان ممكن إنها تعمل قصور درق بعدها. بيقولوا في أدوية كمان ممكن تسبب الأدوية، ممكن الأميودارون اللي يستخدم باضطرابات نظم القلب في يود زائد، أو الليتيوم اللي هو مرض دواء نفسي. فهي الأدوية أهم الأدوية ممكن تسبب تأثر على عمل الغدة الدرقية. في عنا مثلا التهاب الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية في له أنواع، طبعا في تحت حاد، في عنا التهاب الغدة الدرقية اللي بيجي بعد الولادة مباشرة بشهرين، أو في عندك مثلا التهاب الدرقية اللي حكينا مزمن، التهاب الدرق تحت الحاد اللي بيجي بألم، طبعا هذا أهم شيء عنده عنصر الألم، ألم بالرقبة، فهذا ممكن إنه يمر بمراحل فرط نشاط، بعدين يصير في عنا سواء غدة درقية يعني يرجع للطبيعي، بعدين ممكن بعد نسبة 40% يطور قصور غدة درقية لاحقا. فهون الاعراض حسب بقى حسب الشكوى عند المريض ممكن نكشف هذا هي الشيء. تمام. نعم. دكتوره يعني انتم كاطباء يمكن اخر شيء بتفكروا فيه او بتلجؤوا له هو العمل الجراحي، يمكن بعد فتره علاج طويل، ويعني بنجرب نحن كل السبل المتاحه في العلاج، اخر شيء اذا ما تجاوب الجسم لها وكان في مشكله اكبر نحن بنلجا للعمل الجراحي. امتى بنوصل للعمل الجراحي وشو هي الحالات اللي بتتطلب فورا عمل جراحي؟ تمام. هلا اذا بنحكي بقصور الغده الدرقيه، قصور الغده الدرقيه العلاج الاساسي دوائي اللي هو التيروكسين، وغالبا مدى الحياه غالبا. طبعاً. طبعا هون ما اكيد العمل الجراحي مضاد استطباب الا بحاله واحده، انه اذا كان في عندنا التهاب درق مزمن، مناعي المنشا، وسلعه كبيره. السلعه الكبيره يعني ضخامه بالغده الدرقيه ومأثره على الجمال مثلا، او انه عم مأثره على الرغامه عم تختنق منها الواحد، بس بتكون كبيرة الحجم، هون ساعتها ممكن ان نلجأ لعمل جراحي. اما باقي ما في عنا حالة القصور الغدة الدرقية استطباب لعمل جراحي. بينما بفرط نشاط الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية طبعا بدنا نعالج اولا دوائي، لانه بدنا نهدي الغدة الدرقية نرجع للسواء الدرقي، بعدين نقول انه هل نشوف هالايكو الدرق، ايكو الغدة الدرقية، اذا عنا عقد مع فرط نشاط درق بنعالج، اذا لقينا مشت على العلاج ممكن العلاج يروح سنة او سنتين بنتركها. اما اذا كان ممكن انه في نكس خصوصا بداء جريف اللي هو فرط نشاط الغده الدرقيه، هون ساعتها ممكن بالفرط نشاط اذا سلعه عاديه يعني ما في عنا عقد، هون ممكن نلجا لليود المشع غالبا. تمام. اليود المشع هو جرعه علاجيه بتحرق الغده الدرقيه وبتحولها لقصور غده درقيه لاحقا، فبصير بياخذ الدواء الاساسي اللي هو التيروكسين. هلا امتى بنلجا بجريف للعمل الجراحي؟ وقت بيعنا جحوظ خبيث، جحوظ كثير شديد، هون اليود المشع مضاد استطباب بيكون، فنلجأ لعمل لجراحة الغدة الدرقية. أو في عقد،
عقد وما بنقدر نسيطر عليه، هون الغالب انه نلجأ طبعا ممكن انه تخبي وراها كارسينوما او انه تخبي وراها كانسر بالنسبه بالغده الدرقيه. طبعا نلجأ اول شيء نستكشف هذا الشيء بخزعه درقيه اف ان اي، بعدين انه نقول بنحول الى العمل الجراحي او انه ممكن نحولها كعقد درقيه للعمل الجراحي. هاي الحاله بس اللي ممكن انها نلجأ لها. اما والله انه ممكن انه تتعالج باليود المشع منعالجها باليود المشع. نعم اكيد. دكتوره نصيحه اخيره لكل مين عم بيتابعنا، شو بتحبي تقولي له؟ هلا نصيحه انه اذا كان في عنا اي تعب اي اعراض ممكن انها تشير لتعب او وهن عام او تساقط اشعار او انه تبدل بالمزاج، اكتئاب، او انه مثلا حست حالها انه عم تزيد وزنها، او يعني ممكن انها تعمل هالتحليل هو التي اس اتش سكرينينج، ممكن انها تكشف، هو يكون البدايه وتراجع طبيب الغذاء، ممكن انها أسرع. هو الا انه الخطوه اللي بعدها شو ممكن تكون. اكيد. شكرا دكتوره، شكرا لمعلوماتك القيمه، شكرا لك. عفوا.